خلق مناصب شغل في مجال ترحيل الخدمات ضمن مشاريع استثمار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة ألتن كان محور مذكرة تفاهم التي أشرف على توقيعها كل من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثا مزور ورئيس مجموعة ألتن سيمون أزولاي. أنا جد فخور بهذه الشراكة التي تتقدم بكيفية فعالة للغاية، كما أن سوق العمل المغربي يتيح لمجموعتنا توظيف الشباب المبتدئين. المشروع يروم خلق أزيد من 1000 منصب شغل في أفق سنة 2026 لفائدة المتخصصين في مجال الهندسة والاستشارة في التكنولوجيا، وذلك ضمن مشاريع التصميم والدراسة للحسابات الصناعية الكبرى والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى ترحيل جزء من خدمات شركات عالمية ابتداء من المغرب. هاد فرص الشغل غتهم 88% ديال المهندسين، عند انها فرص الشغل اللي عندها قيمه مضافه كبيره في مجال الرقمنه. مواكبة المستثمرين والسهر على جلب فرص الشغل يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية لتشجيع استثمار الطاقات الشبابية وأيضا لتسريع الرقمنة ببلادنا.